فيديو اليوم يوتيوبرز راح يلعبوا مجموعه من الالعاب ويربحوا فلوس، والهدف يوصلوا للفينالي ويلعبوا على الجائزه الكبرى. لين معك 30 ثانيه، كل بالون بتفقعيه لك 100 درهم. 3 2 1 جو. يلا يلا عجلي 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 اسرع. يلا يلا وقتك 22 بالون. مبروك عليكي 2200. كمان لانه ربحت لين معنا فلوس بنلاقيها باخر الفيديو على لعبه اكبر. كل المطلوب من اليوتيوبرز ليتاهلوا للفينال انه يربحوا ولو درهم بمسابقتهم. كندي احمد النشيط معك 10 دقائق، تعد لاي رقم بدك اياه من واحد وانت طالع. معك البورد هذا، تكتب لي كلمات مدح لاني انا حاسس بنقص حنان هالفتره. الرقم اللي توصل له بعد 10 دقائق تاخذ نفس الرقم بالدرهم كاش، وعلى كل كلمه مدح لك 10 درهم. لو بتغلط برقم بتعيد من الاول. معك 10 دقايق. حترك لك ديركي شرطي هون. 3 2 1 جو. يلا 1 2 3 4 5 6 أسامة الكريم، أسامة الأنيق. وعلى فكرة رح نعطي 1000 درهم لسبسكرايبر كل فيديو. رح ندخل على قائمة سبسكرايبرز ونختار واحد فيكم، لأنك أنت من اللي عملوا سبسكرايب لك 1000 درهم ولا كثير، فتأكدوا تعملوا سبسكرايب. جود لك. كارولين جاهزة؟ يس. قدامكم أسهم الكحلي 500 درهم والازرق الفادح ب 100 درهم. معك دقيقة. 3 2 1 جو. اوه 100 كارولين، 200، 300. يلا 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 كارولين 400. يلا كارولين يلا كارولين باي. معك 30 ثانية. 500 600 59 6 1 6. انت فاهم الموضوع غلط، العبي صح العبي صح. اوه 1100 1100. وين هي؟ اوه 1600. يلا 3 2 1 اخر اخر وحده. اوه دن 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 دن. جماعه دقيقه وخمس ثواني، انا حسبت 1700 درهم. مبروك عليك كارولين. هذول قديش؟ 500 500 1500 1700. هاي هذول لك. مبروك عليك. فاصل سريع حتى لكم على سبونسر اليوم، ستايل جديد مكلف، فائده بتعطوني 14 ثانيه بالضبط. بدعيكم جايب لكم طريقه لتكوين صداقات اسهل، بس روح على الموقع gbwhatsapp.blog، حمل تطبيق FM واتساب، ادخل على انستنت ابس، اضغط على شيك والتطبيق راح يدخلك في تشات مع حدا ضغط شيك بنفس الوقت. الموضوع جد بهي السهوله. لانا في 10 صور قدامك موجودين مرتين، معك 30 ثانيه حتحفظي الصور. اوكي 3 2 1 جو. لعيب هاللعيب جدا. لحظة حنلف لها ياهن. كل اثنين حتلاقيهم بيشبهوا بعض. 200 درهم. 3 2 1 جو. معك دقيقة. حيل محله. اوكي. اوه اول 200. اه 400. كثير؟ نساء. لك والله حافظ حافظ جد. اها بلشت. 158 159 169 160. بتفلس يا اوسي. يلا 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 معك وقت معك وقت روح. خلص هدول راحوا. درهم هذه وين؟ لا لا بكف كم مره خلص فتحت. اوكي هذه راحت عليكي اوريدي. يلا يلا يلا. اوكي 3 2 1 راح عليهم. انا حسبت لك 1000 درهم. مبروك عليك. كمان باخر الفيديو راح ترجع تلعبي معنا لعبه ثانيه. 197 198 199 200. خلص حس 200 كفي. لا لا بكمل 101. اللعبه الجايه ام كي. تعال هي لك ام كي. جماعه دائما ورا الكاميرا قلنا اليوم نربح شويه فلوس. والله ما بعرف كنت بتعرف انه حنلعب اللعبه هي. اللعبه بسيطه، كل كره بكاسه ايكولز 100 درهم. معك دقيقه 3 2 1 جو. 100 200 300. والله راسي واسع قوي. 1400 1500 1800. عم بضيع. 1600 1700 1800. 3 2 1. انا حسبت 3700 صح؟ 3500 3100 3700. الله كمان اشوفك باللعبه بالاخير. انا وين وصلت؟ 360. لا وين؟ زود 100 من عنده. معنا عمور ومعنا برهوم. هذه اول لعبه بس حيكون في فائز واحد اللي حيكمل معنا على اللعبه الاخيره. حتحط مارشميلو بتمك وتقول اوسي، وكل مارشميلو ب 100 درهم. 3 2 1 جو. واحده واحده يلا. لا تعط ممنوع تعط. راح الولد هذا. زين زين زين.
بزيون بزيون. هذا مكمل ما عم يحكي اوزي. طيب سمعني سمعني. شوف قديش نرجع لكم 12 لهلا 13 عمور حسبنا 1300. عدلي هذول كم من بينات مثل عين الشمس. مرهوم بما انه انت صار في معك شويه مشكله نضبطك باللعبه اللي بعد. 269 المتعلم مرهوم. كيفك شخبارك حبيبي؟ والله هلا والله. للتحدي هذا انا مضحي بسيارتي. تفضلي زهري لك، اخضر لك، اورنج لك. معكم دقيقه، ثلاثتكم حتحطوا استيكرات على السياره، ولكن لازم تكون وحده بس. اذا في اثنين ديسكواليفايد، وحده وحده، واكثر واحد بيكون حاطط من لونه بيفوز وبينتقل للمرحله اللي بعدها، وبنفس الوقت على كل وحده بيربح 100 درهم الفايز بس. 3 2 1 جو. وحده وحده، تاكدوا انه وحده وحده بس. قول ستوب الكل بيوقف. معكم 20 ثانية، واحدة واحدة لازم، واحدة واحدة. 7 6 5 4 3 2 1 ستوب 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 ستوب. تعال هذا الأخضر أول. برهوم 1 2 3 4 11 12 21 22 23 30 31 برهوم. تعال نشوف شو هنا. 1 2 3 4 9 10 17 18 19 20 26 27 28 29 30 31 32 على واحدة. تعالوا مصطفى لسه. مصطفى 3 4 5 6 7 8 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36. مصطفى الفايز 3500 درهم وبكمل معنا على اللعبة الجاية. الله عليك مصطفى. انتوا عائلتكم حتعشوني اليوم والله. عدل لي يا هون مصطفى. معه 5 35 3500 صح؟ صح. كفو عليك مصطفى. ستوب ستوب ستوب. انت شايف نفسك حالك كل هاي 10 دقايق تبع كندي. وين وصلت؟ 2003 2004 لو وين وصلت؟ تعال نحط على السريع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 59 59 60 61 62. الله عليك يا نصير. بما انك تربحت فلوس حنشوفك باللعبة. بأي وقت تكون في ربح فلوس بنحاول نتبرع بمبلغ لنحاول نساعد قد ما فينا. بهالفيديو تبرعنا ب 10% من قيمة الجوائز لجمعية يونيسف اللي مهتمة بالمساعدات للأطفال ببلاد الحروب. طبعا مثل ما شفتوا اللي ربحوا فلوس ومتأهلين للمرحلة الجاية هن لين، كندي، نشيط، كارولين، ام كي، لانا، عمور ومصطفى. رح يضلوا يلعبوا ليبقى واحد فيهم ويربح. هلا وصلنا للفينالي. بالظروف في ارقام يا واحد يا اثنين اللي حيحدد كل واحد اي فريق. لما قلت 3 2 1 جو، تيم 1 حيجي هون، تيم 2 هون. 3 2 1 جو. اللعبه هي شد الحبل. اول لاعب من اي فريق بيعدي الخط هون بيكون فريقه خسران، والاربعه اللي حيخسروا بيطلعوا من اللعبه بصفي اربعه يكملوا للجوله الجايه. جاهزين؟ 3 2 1 جو. اسحب 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 اسحب. صامدين والله. فريق واحد فريق واحد صامدين. فريق واحد فريق واحد صامدين. يا اسحب عم يوقع. اسحب اسحب. وقعوا عمر يعدي الخط يخسروا. لو عمر اسحب اسحب. حنستعين بالريبلاي لانه الوضع جدا صعب. كان في كثير نقاش على مين الفريق اللي ربح، ولكن بعد التدقيق بالريبلاي تبين لنا مين الفائز. بعطيكم الريزلت، وشو ما طلع الريزلت ما حد يزعل. الحكام قرروا والفريق الفائز هو فريق تيم 2. والسبب انه لو تيم 1 كان مربوط على ايديه الحبل كان تيم 1 سحب لهونيك. فتيم 2 الفائز مبروك عليكم تيم 2. تيم 2 حيكمل لعبه معنا ليضل منهم واحد ويفوز بالجراند برايز. الفيديو بلشناه ب 50000 درهم، الربح وما ربح طلعنا 35700 درهم. اللي ضلوا 10000 درهم منهم حطيناهم دونيشن بصفي 25700 عم تلعبوا عليهم انتم هلا. البارت هلا بسيط جدا، حسالكم سؤالين وكل سؤال حيطلع منكم واحد ليصفي بالاخير اثنين حيلعبوا ضد بعض على الجراند برايز. الكل حيكون له نفس السؤال، الابعد من الجواب هو خسران. يوتيوبر المفضل انا مستر بيست كم عنده سبسكرايبرز؟ 3 2 1 كل واحد يكتب، وبس يكتب الجواب يحط الايفون. خلصه اوكي خلي اوكي تمام. ورجيني انت جوابك. صرت بعرف هلا انا مين ابعد جواب هو اللي حيكون الخسران واللي حيطلع بالجوله هذه. شوف
شوف كارولين، شوف عمور، شوف لانا، وطبعا لانا ابعد وحده عن الجواب. لانا برا، جواب طبعا 91 مليون. اخر سؤال، هذا سؤال حيحدد اخر اثنين حيكونوا معنا بالفينال، حيلعبوا على 25000 درهم و700. طبعا هذا السؤال عني، كم فيديو انا منزل على اليوتيوب؟ تمام، شفت رقم كندي انا وشفت رقم عمور. يلا كارولين 3 2 1، شايفين اجوبتهم كلها؟ انا منزل 131 مقطع، هذا يعني انه ابعد واحد او وحده. كارولين ثانك يو سو ماتش. كندي وعمور بالفينالي. عمور وكندي انتوا وصلتوا للفينالي وانتوا عم تلعبوا على 25000 درهم. يمكن انتوا بلشتوا تفهموا شو حتسووا، وراكم سيارتين. طبعا جماعه السيارتين خرده يعني مو شغالين، في عندنا حكم جوا هنلعب حجر رقم قص. الفايز حيختار اي سياره بده يكسر. ورقم قص البيضة. البيضة عند كندي. اهم شيء السيفتي، شايفين ادوات قدامكم. هذه حتعملوا لها سبين، هي اللي حتحدد شو حتلعبوا. ومعكم ترى 5 دقائق لتكسروا السياره. كندي نشوف اول اداه لك. يلا اوكي، سكرو درايفر، المفك، كريكت بات. طبعا الفيديو ما بيكون فيديو عندنا ما في تويست، صح ولا لا؟ هذا الصحن فيه اسامي كل اللاعبين اللي لعبوا اليوم، كل واحد فيكم حيسحب اسم، وهذا الشخص حيكون مشجعه بالتكسير، وبالنهايه تتقاسم معاه 25700 درهم. اول اسم كندي. مين؟ كارولين. عمور. مين طلع معك؟ مصطفى. مصطفى. نحن هلا بغرفة التحكيم، كيف نحن جايبينك لهدف واحد جدا مهم هو التحكيم، بتشوف أي سيارة تكسرت أكثر وأنت تقرر. بس يخلصوا رح نطلعك، حتشوف الأضرار، حنرجع أنا وأنت لهون، حتعطيني اسم، غير تقترح إنه خليه بالغرفة هون عشان ما يعرف مين كسر أي سيارة. بعد 5 دقائق تكسير من كندي وعمور، طلعنا غيتي كان بالغرفة مو شايف شيء الوقت كله ليحدد الفائز ويبعث لي رسالة بالسيارة اللي برأيه تكسرت أكثر لحتى أعلن أنا عن الفائز. هطلع التليفون هلا وأنا حعرف لأول مرة بعت لي إياها مسج، حنعرف مع بعض. أوكي، الفريق الفائز ب 25000 درهم فريق كندي وكارولي. كلكم معزومين على حسابي.